أعمل هلأ طبق بيف ويلينغتون، عبارة عن فيليه من العجل. أنا اخترت قطعة كتير صغيرة، عجل صغير ملفوفة ببف بيستري، وفي حشوة فطر جويتها. رح نبلش نعدها. أول شي بدي أتبلها شوية ملح، شوية فلفل أسود فريش اللي هو الأفضل، شوية زيت زيتون، اوكي، نتفة خل، شي بسيط. مش معقول شو هالشقفة الفيليه توفقت فيها، كتير صغيرة طرية طرية، مش معقول. يعني يمكن تاخدش بالاستوى ربع ساعة. اوكي، أنا قيمت الشقفة الكبيرة اللي بتكون هون عند الفيليه مع إنها كتير طرية، رح أكتفي اليوم بالقطعة هذه. هلا بدي أغسل إيدي، بلش أقليها. أقليها لتتحمر من كافة الشقات، كافة الجهات. حاول حتى على القرن يجي زيت أحسن ما تلزق اللحمة. بلش الدخان الزيت يطلع، مش دخان دخان ينحرق، بس هلا حاسة إنه صار جاهز يستقبل اللحمة. ها سمعتوا؟ هيو تحمرت على أول شقة. بديرها هيك بالدور، يعني اسطوانيا شقة شقة. وأنا ولعت الفرن على 200 درجة، يعني حامي إلا شوي، بس تحمرت مظبوط بنقلها على الفرن، لأنه هي بالتحمير هذا ما استوت، بس مجرد تحمرت القشرة الفوقانية تبعتها. عشان ليش قلنا؟ نحفظ العصارة، دائما نحفظ عصارة اللحمة اللحوم بطريقة تحميرها. هلا جوا لسه مية اللحمة وكله جوا. كفي أطفي تحتها. بدي أجيب هلأ صينية عشان أنقلها عليها وتكمل استوى بالفرن. هلأ على الفرن، ونظراً لإنها صغرها طبعاً اللي حسب حجم الفيليه وحجم العجل اللي جبناها منه، هاي بتخيل يعني خلال ثلث ساعة بتكون استوت ميديوم وسط. أها تقريباً أنا بدي أفقدها بعد ربع ساعة لأنه مزبوط كتير صغيرة. هلا اللي ضل هون بالطنجره هذا الصوص ما بدي اكبه، هذا فيه عصاره ونكهه كثير طيبه، بدي استعمله من غير الزيت، يعني شويه زيت واللي ملزق بالطنجره عشان اعمل الصلصه تبعته. هلا بدنا نعمل الحشوه. بهاي الاكله ما انها اجنبيه بدي استعمل زبده مش زيت زيتون، مش اجنبي يعني التليان بيستعملوا زيت زيتون، بس انا بدي استعمل شويه زبده بدل زيت الزيتون، بيعطي نكهة بتلبق كتير لهاي للبيف ويلينغتون. شوي راح ما راح أكتر، شي بسيط. ها شفتوا كفاية. أوكي هلأ هون الزبدة ساخت، بزيد الفطر. كفي انا فارمه زياده. طبعا المشروم زي الاسفنجه بيغب كل اشي، دهن زيت اللي هو. هلا على نار عاليه دائما طبعا المشروم، الفطر. هلا بس شوي يدبل بدي ازيد شويه تومه. هلا طلعت ريحة الثوم، بدي احط كمان شوي. اوكي هلا عشان بدي ارجع الفها انا بالعجين هاي مع فوق اللحمه، احسن ما يرجع الفطر يطلع كمان مي. كيف بدي احافظ على المي جوا؟ خليني احط رشه ملح بالاول.
فلفل اسود بحط مشان احافظ على ما تطلع المي منها وتصير العجينه طريه وهيك تشتش مش تقرمش. بحط معلقه صغيره طحين، اشي بسيط، طحين بتحمص مع الفطر بيعطي طعمه زاكي كثير بالاول، ونمره اثنين اذا في اي رطوبه بدها تطلع من الفطر بغبها الطحين، بس لازم نحركه لحتى تروح طعمة الطحين الني هيك يتحمص شوية. ممتاز. هلا بدي أترك هاي تبرد. بس هقلبها مرة واحدة، زي ما قلت لكم لازم كل شوي نقلبها نبرمها برم. أشوف أنا بتخيل خلصت، حطها هون على جنب وبستنى، بدي أشتغل فيها بس لما تبرد، ما بقدر أشتغل فيها وهي هالقد سخنة، فبستناها تبرد شوي وبعدين بشتغل فيها. شوفوا ما أزكى الأشياء اللي نزلت منها، هاي كل العصارة نزلت منها، بدي أستعملها مشان أعمل الصلصة لها. رح أعمل الغلاف اللي هو الباف بيستري، برجيكم كيف بدنا نشتغل فيها هاي. رش شوية طحين على البورد، معلش الطحين كتير بيساعد إنه ما تلزق. هلأ هاي لما بدي أمدها رح تكون كبيرة كتير على الفيليه، فرح اخذ بس تقريبا نصها، رح تكون كافيه عندي. وهاي بدي اضبها بعدين استعملها لاشي ثاني، خليها. هلا بقدر انا عن نظر قديش بدي تكون حجمها، طولها، عرضها، انها تلف الفيليه لفه كامله. أشوف هيك بتلف اللحمة، بتلف كمان شوية صغيرة، حاول أعملها مستطيل قد ما بقدر، كفيها طول وعرض لشقفة الفيليه. هلأ بما أني أنا وصلت للحفف وأنا عم برقها شوي، بحط السكينة بالطحين، بقيم هاي الشقف اللي اضطريت أنا أوصل لها بالمرق، ما بدي هذا الحكي يأخر من إنها تنفخ زي ما لازم. ودائما الباف بيستري لما نرقها يفضل باتجاه واحد، مش هيك رايحين جايين، يعني هيك هيك مرة واحدة بنفس المحل، نفس الاتجاه، بنفس الاتجاه. هلا هاي صارت عندي هون ريدي، بقدر هون إذا بدي أكبس بس على الأطراف أبدا. هلا متذكرين أنا عملت الفطر، قلينا مع شوية زبدة وتومة، حطينا له معلقة طحين بالآخر عشان نمنع المرقة تبعت الفطر إذا طلعت تصير تخلي الباف بيستري طرية. هلأ شو بدي أعمل؟ بدي أبلش أفرد الحشوة هاي على الباف بيستري. شو الريحة طيبة مع البقدونس هلا زدت عليها، بعطي نكهه ولون لما نقصها هيك بيطلع لنا عجينه حشوه لحمه. شغلت الفرن انا هلا على الحامي احمى اشي، لانه كل شيء عندي مستوي، مجرد بدي الباف بيستري تتحمر، تستوي طبعا وتتحمر، وهي ما بتاخذ وقت كثير. طبعا هي الباف بيستري هي الرقاقات المنتفخه، مش الرقاقات تبعت السمبوسك، لا هاي بتنفخ كثير، مش بتصير بس هيك هشه زي الهاي، لا زي السمبوسك، لا فيها اشي ثاني طعمه. هلا شو بعمل؟ ببلش اسكرها،
بعده وهون بسكرها منيح عشان ما تفتح معي تطلع الحشوة. اوكي أكلة كتير طيبة. ومن هون بقدر هيك أسكر شوي، بغطيها هيك بسكرها كمان شوي من هون. وبشوكة بس بعمل أكمن هيك منفس تهوية. اوكي هلا هيدا عون واحد نضيف عندي، بقدر احط له شوية اشانس ما يلزق، انا لانه قدامي زيت زيتون ولا بقدر احط زبدة اي شيء، شيء هيك بسيط بحط عليها البيف ويلينغتون اللي هلا بدها تدخل على الفرن مشان يسوي الباف بيستري. هلا عادة بندهن هاي الشغلات في بيض، انا بالمرة ما بحب استعمل البيض، بعرف بلاقي ريحته، لقيت انه اذا بنحط كريم كوكينج كريم اي شيء ندهنه على الاشي اللي بدنا اياه يعطي لون ذهبي وقت التخبز، نفس النتيجه بتطلع من غير ما الواحد ينقذ من ريحه بيض او شغله. هلا هاي بدها تدخل على الفرن ما بعرف رح تاخذ يمكن 10 دقائق بتكون استوت الباف بيستري واحمشت وطلع صار لونها ذهبي حلو ومنقدمها. الفرن زي ما قلنا حامي. المرحلة النهائية من البيف ويلينغتون، انظروا النتيجة شهي. خلصنا منها، شوفوا كيف صارت مشقرة الباف بيستري وجويتها في الحشوة وجويتها الفيليه. هلا البيف ويلينغتون جاهزة، ضل نعمل لها صوص الجريفي اللي هي بعملها من الأدام اللي ضلوا بالطنجرة اللي قلينا فيها الفيليه والأدام اللي ضل بالصينية اللي خبزنا فيها الفيليه. هلا هي سخنتها اوكي، لأنه الكمية بسيطة بدي أعمل فبحط معلقة طحين كبيرة واحدة. اوكي بحركها لحتى تتحمر. هلا شو بدي اعمل؟ خليها هاي تستنى هون شوي. هلا عندي مرقة الدجاج سخنة لأنه هون سخن بدي أدير عليه سخن، لأنه إذا حطيت بارد بغلبني بكعبل. هلا هدول بدي أخليهم يطلعوا لي كل المرقة يلي لزقت بالصينية اللي خبزنا فيها الفيليه. هلا بدير بالتدريج وبحرك كمان شوي. شوفوا كيف ما تكعبل ولا شيء لأنه طولت بالي عليه ودرت السائل بالتدريج على الطحين المحمص. اوكي ممتاز. بدي ازيد لها شوية زبدة بالاخر بس شوي صغيرة هيك بتصير تلمع وكريمي هيك ونكهتها اطيب واطيب. منديرهم بصوصير اشي نحط فيه الصوص منقدمه جنب البيف ويلينغتون.